مساء الخير أستاذ محمد، هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيه السلطانة سيدي إبراهيم خيا استقبال وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاعتبارات متعددة. أولها أنها تخون هذا المجلس كما تخون بلدها المغرب. السلطانة خيا سيظهر نجمها مباشرة عندما أصيبت في عينها اليمنى في إحدى المظاهرات التي أقيمت بمدينة مراكش، وهي مظاهرة طلابية، وتواجدت فيها هي بالصدفة لأن مستواها التعليمي لا يتعدى الصف الثاني، وبالتالي هي كانت تتواجد مع إحدى صديقاتها، وعندما أصيبت بعينها تم نقلها إلى إسبانيا من أجل إجراء عملية جراحية وتعويض عينها. ستدخل المخابرات الجزائر على الخط وسوف تقوم بتكلفة العملية، وتمنحها شقة في مدينة الكانتي ببالنسيا، وهي شقة معروفة بسلوكياتها المعادية للمغرب. طبعا الجزائر ستوفر الدعم المالي واللوجستيكي لهذه الناشطة خيا. فعندما عادت إلى المغرب بعد أحداث القرقرات، حيث سيطر المغرب على الوضع في بعد 13 نوفمبر 2020، سوف تنادي سلطانة باي بضرورة عدم الانصياع إلى الحكم الذاتي، وتحرض المواطنين في مدينة بوجدور حيث تقيم بالمظاهرة ضد المغرب، وتصف المغرب بالدولة المحتلة وهي تعيش في المغرب. المغرب لم يسكت في هذا الاتجاه، وأقام لها حكما مؤقتا داخل منزلها في إقامة شبه إجبارية، ورصد كل تحركاتها وكل من يتواصل معها، وهي كانت ترفض كل من يحاول طرق بابها أو الدخول عنها، وتدعي بأن الأمن المغربي يحاول تضييق الخناق عليها. بينما سلطانة خيا بدأت تفرق المال لذوي النفوس الضعيفة ولذوي الشباب، ولكن يعني أستاذ سعيد، أليس من نعم يعني أليس من المفارقة ومن التناقض يعني هذين الأمرين الذي تفضلت بذكرهما حول هذه الناشطة؟ وهذا الأمر يعني إضافة وفضلا عن موضوع رفض لقاء هذه اللجنة المتعلقة بالحقوق التي تشكي منها. أولا هذا مشكل بنيوي موجود عند سلطانة خيا. هي موجودة في مدينة بوجدور وتعيش في الصحراء في الأقاليم المغربية، وتنادي بعدم وحدوية المغرب، وتنادي بجبهة البوليزاريو، وتنادي بالاستفتاء وحق تقرير المصير، وأكثر من هذا أنها تعلق العلم البوليزاريو داخل سطح منزلها، وبالتالي هي ترفض الانصياع للأوامر التي يحدد لها الأمن عندما قام عليها الحكم الإجباري داخل منزلها، وهي تنشط في هذا الاتجاه من أجل استقطاب بعض النفوس الرديئة والرذيلة التي تحاول تجميعها داخل هذه المنطقة وتحريضها على السلطات المغربية. المغرب في هذا الاتجاه يحاول فعلا قيد حريتها لكي لا تكون هناك بلبلة وفتنة داخل المنطقة، ونحن لاحظنا في فيديوهات مسربة أن بعض الأشخاص والمواطنين الذين يسكنون مجاور لها حاولوا التصدي لبعض سلوكياتها، وهي تلفظ بكلمة نادية من أعلى سطح منزلها، وطردت المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جنب منزلها. الأستاذ الصحفي سعيد العفاسي، شكرا جزيلا لك على الحديث في هذه القضية المثيرة للاهتمام، شكرا جزيلا لك.